حقيقة نحن كنا يعني في توقعات كبيرة بأنه يكون في عنا بدء بتقليص أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام الجاري، وذلك لتجنب الفيدرالي ليتجنب بذلك الوقوع في الركود الاقتصادي وتحقيق الهبوط الناعم في الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب مستويات التضخم من المستهدفات. فبالتالي ريما نحن عم نشوف أنه الأسواق دائما تحاول تسعر مسبقا الأحداث قبل حدوثها، والمبالغة بعض الشيء هي نتيجة الانقلاب في السياسة النقدية. نحن عم نتغير من تشديد، وكلام كان كله يصب في ناحية السياسة المتشددة صحيح. النقدية الآن نبحث عن بدء بتقليصات. التوقعات هي عند 75 نقطة أساس. محضر اجتماع يوم أمس صدر ما أعطاني أي موعد واضح، ولكن إلى الآن لا تزال تصب التوقعات أنه ممكن الأكثر ترجيحا هو النصف الثاني من العام القادم، بناء على المعلومات التي استقيناها من الفيدرالي في الاجتماعات السابقة. بالتالي أي موعد قبل ذلك ممكن أن يكون يعني متفائل فيه بشكل كبير جدا. وبالنسبة للفيدرالي سوف يبقى لديه معضلة تحقيق التوازن ما بين التضخم اللا يخرج عن السيطرة وفي نفس الوقت. طيب رائد، مع تراجع التضخم وترقب تيسير السياسة النقدية، أي سيناريو ترى للاقتصاد الأمريكي؟ هل ترى سوفت لاندينج أم ركود اقتصادي لهذا العام؟ البيانات الديتا هي اللي عم تفرجينا حتى الآن السوفت لاندينج هو اللي موجود أمامنا. حتى الآن بيانات الاقتصاد الأمريكي سواء كان في سوق العمل، سواء كان نحن عم نتحدث بالPMI وقراءات التضخم التي بدأت تقترب بشكل واضح من المستهدفات، سواء كان قراءات الISM Manufacturing اللي نحن عم نشوفه جيد وأداؤه، سواء كان بالقطاع الصناعة التحويلية أو بالخدمات قراءاته فوق 50 و51 بالقراءة الأخيرة. بالتالي وسلسلة من الأداء الإيجابي والجيد دون أن يكون هناك تعثر واضح في أي من القطاعات. نترقب أرقام الوظائف يوم غد، ما تماما هي التوقعات؟ نحن حتى الآن ADP والقطاع الخاص أو سواء كان قطاع الوظائف غير الزراعية المنتظرة يوم الجمعة، حتى الآن لا نرى أي علامات ضعف حقيقية على سوق العمل الأمريكي. وبالتالي لذلك نرى تسارع الفيدرال الأمريكي بتغيير نبرته بأقرب مما كان متوقعا، ونحن شفنا باجتماعه كيف بسبتمبر غير نوعا ما من توجهه باجتماع نوفمبر، وشفنا انه بدا يتجه نحو تقليصات اكثر في اسعار الفائده والبروجكشنز، عمل هذا البيفت تماما، غيرنا بالبروجكشنز وشفنا انه في امكانيه 3 تخفيضات في العام 2024. بالتالي هذا نتيجه انه لم يتراجع بعد القطاع سوق العمل، ويخاف الفيدرالي من ان يكون هناك افراط في عمليه رفع اسعار الفائده، بالتالي يكون هناك ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل عام وأثر سلبي على الاقتراض. ما الذي يخشى السوق الآن؟ كم مرة سيقوم الفيدرالي بتخفيض الفائدة هذا العام؟ أم بكم سيتباطأ النمو الاقتصادي؟ ما هي نفس النقطة، الديليما هاي اللي هي عبارة عن معضلة موجودة، كيف يحقق التوازن؟ لا يكون عندنا ركود، ولكن الركود بعيد نسبيا. مخاوف الركود بالنسبة للمعطيات الموجودة أمامنا لا يمكن أن تتحقق في أي وقت قريب من العام 2024. بالتالي الأنظار تتجه هل سيصل بمستويات أسعار الفائدة إلى بتخفيضات أكثر من 75 نقطة أساس خلال العام 2024؟ هل سيضطر إلى تحقيق ذلك؟ هل ستكون الوتيرة سريعة متقاربة؟ بالتالي الأسواق تسعر ذلك. ريما نحن بنشوف مباشرة تفاعل سريع من السوق إذا كان في اجتماعين متتاليين البحث إمكانية تقليص، والتقليص فعلا بأسعار الفائدة هذا ما يخشاه، لأن السرعة في تراجع عن أسعار فائدة مرتفعة راح تحقق ارتفاع نوعا ما حادة في التضخم. وهنا يبدأ المستثمرون بتقييم هذا الوضع، هل سيكون التضخم يعود مرة أخرى للخروج عن السيطرة أم الفيدرالي مسيطر؟ رائد، يعني أنت بتشوف أول تخفيض للفائدة متى بعام 2024؟ يعني إذا التفاؤل الكبير في مي، ولكن المنطقية تتحدث أنه بالربع الثالث من العام الجاري، نصف الثاني ممكن نتوقعه سريعا إلى الصين. شفنا شانغهاي كومبوزيت كان من الأسوأ أداء، على الرغم من أنه الأسواق العالمية كانت سجلت أداء جيد جدا بعام 2023. ما هي توقعاتك للسوق الصيني بهذا العام؟ هل في أبسايد؟
أعتقد الأبسايد لازم يكون، لأنه كان عام سيء العام الماضي، شفنا قطاع العقارات كيف تأذى بشكل كبير جدا، تباطؤ وضعف كبير في الاقتصاد الصيني. نحن عم نشوف أداء الأسهم الصينية مترابط مع هذا التعثر والبطء الشديد في الاقتصاد الصيني دون أن يكون هناك تحفيز up to the level، يعني التوقعات من قبل الحكومة. بالتالي أعتقد كان هناك نوع من استيعاب لهذه الحاجة من قبل الحكومة، وسوف نرى إجراءات أكثر تحفيزية بناء على الحديث. نحن عم نشوف تخفيض حتى في تصنيف الائتماني لمديري الاستثمار في الصين، فبالتالي نحن عم نحتاج إلى إجراءات تحفيزية بشكل أكبر. ينتظرها النفط، ينتظرها المستثمرين بشكل عام، بعد سنة نقول عنها سيئة بشكل كبير للاقتصاد الصيني.